انت شوف لما تجي الهجمه الهلال وين سافيتش؟ على فكره سافيتش هذا انا بالنسبه لي هو العين الكبيره داخل نادي الهلال. هو الشخص اللي يعني النقاط العمياء داخل خط ال 18 هو اللي يجدها. يعني زي ذا اللاعب هذا كمل زياده عدديه وبيكمل لك اي نقص. انت عندك راس حربه واحد لا بيكمل لك اثنين راس حربه، انت عندك طرف واحد بيكمل لك طرفين، يعني هو مساهم في كل شيء قاعد يصير في نادي الهلال، وفعلا قدم لنا مباراة جميلة جدا.